حياكم، مرحبا ومسهلا مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم. تحيه اخرى وشوط من الاشواط الجميله، شوط سياره سيارات رصدت للفائزين، تشجيع جميل، انطلاق مميز. خلونا نشوف هناك اللي بيسبق من هنا. الله، شوط الذكور المركز الاول، وين؟ مبروك مبروك في المركز الاول، ومبروك يا سلام. تايسون لسيف محمد بن سعيد المنصوري، تايسون ومبروك، والاسم واحد والمالك واحد، ولكن اعطوني الثاني، اعطوني كيفان يبي يتكيف على السياره، يبي يكيف رأي. الله، كيفان لناصر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد العال اللي قادم من دوله قطر الشقيقه. مرحبا بالاشقاء من دوله قطر، نرحبهم في مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد في سوحان. الاشقاء من قطر، ولكن المنصوري من الجانب الدوني يتقدم. المنافسة والسيارة أين سوف تعبر؟ سوف تتم هنا مشاهدينا، والله تعبر الحدود. وصل سالك والدرب سالك، وصل سالك يبالي درب وابعاد وسالك والوحش قادم لسيف محمد بن سعيد المنصوري، ولكن شوفوا من الجانب الآخر، أيضا من الجانب الآخر. الله، لمروان بن سالم بن سعيد السبوسي. أبعاد أنتم والله قريبين، أبعاد راحت، أبعاد تبع الموتر، أبعاد الله يا أبعاد. يلا يا مروان، يلا يا السبوسي، يلا يا بن سالم، يلا يا بن سعيد، يلا روح. ولكن المنصوري مع تايسون يا سيف يا بن محمد يا بن سعيد يا المنصوري مع تايسون. والمركز الثالث مين؟ سعيد بن محمد بن سعيد، دافع باثنين. والفوز وين؟ الله ها، شوف راكب كيف على السيارة، السيارة راحت مع أبعاد. أبعاد أنتم والله قريبين، أبعاد أنتم. الله، شوف أبعاد وصلت، أبعاد سارت، أبعاد وين؟ أبعاد مالك، أبعاد مروان بن سالم بن سعيد السبوسي في المقدمة في المركز الأول مع أبعاد. المركز الثاني سيف بن محمد المنصوري، الله على المركز الثاني. والمركز الثالث تايسون وين تايسون؟ دوس يا تايسون، دوس سالك ياكم، سالك الله. شوف المركز الثالث، ولكن المركز الثالث لمنصور بن عبيد بن شراره، ولكن المقدمه السياره راحت، السياره مع ابعاد. وتهانينا لمالك ابعاد مروان بن سالم بن سعيد السبوسي، خطف الموتر، خطف السياره. المركز الثاني وصل منصور بن عبيد بن شراره الاكتبي مع سالك، والمركز الثالث مع تايسون سيف بن محمد بن سعيد المنصوري. هذين الشوطين انتهن مشاهدينا، كانت نخبة من السلق العربي الأصيل. اللي يبغى يقنص يتطاول واحد ولا اثنين من الاخوة اللي يحبون الصيد بالسلق. يا سلام يا بذل الصيد بالسلق، الله، الصيد والسلق. تهانينا نزفها لراعي أبعاد، لمروان بن سعيد بن سالم بن سعيد السبوسي، تقدم بقوة وخطف السيارة. تهانينا من الأعماق بهذا الحضور الجميل والمشرف لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس نادي تراث الإمارات. له التحية بوزاع بهذا الحضور الجميل أيضا الذي يتقدم. مشاهدي الأعزاء، هذا الشوط وهذا التراث العربي الأصيل الذي تقدمنا من خلاله، وكما ذكرنا وذكر الأجيال بهذا التراث من أقدم التراث في الوطن العربي كافة. السلق معروف كما ذكرته مرة ومرتين، حتى الأجيال يعرفون السلق. يحفظ أصول المال.
تفضل الآن سيدي راعي المهرجان بتتويج الفائز في سباق السلوقي بخنجر ذهبي مميز خنجر هذا المهرجان والمركز الأول بالإضافة إلى السيارة. ألف مبروك لمروان بن سالم بن سالم بن سعيد السبوسي، ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير. محافظة على التراث وعلى العادات والتقاليد في مهرجان سلطان بن زايد. أما المركز الثاني في أيضا فئة الذكور، فئة الذكور المركز الثاني كان لسالك لمنصور بن عبيد بن سالم بن شرارة الاجتبي، المبروك. هذا هو المركز الثاني وأسمى سالك، سالك في جميع المجالات. سالك رقم 14 حصل على المركز الثاني في سباق السلوكي العربي لفئة الذكور، يكرم. وحديث ودي بين سمو راعي المهرجان ومالكه منصور بن عبيد بن سالم بن شرارة الاجتبي، المبروك. المركز الثالث كان لتايسون لسيب بن محمد بن سعيد بن محمد المنصوري، المبروك تايسون. المبروك لمالك تايسون حصوله على المركز الثالث، سيب بن محمد بن سعيد بن محمد المنصوري، المبروك. وصورة تذكارية جميلة أيضا.